السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس في ليرن. الدرس الماضي تعلمنا الباكيج وعرفنا شو الهدف من الباكيج. اليوم راح ناخذ مثال كمان عن الباكيج، وهذا المثال راح يعطينا يوسع الآفاق أكثر ويخلينا نفهم أكثر عن الباكيجز. أنا هلا بدي أسوي تيبل اسمه student، وهذا التيبل بدي أسوي باكيج لهذا، بتخص هذا التيبل إني أسوي answer to student وأسوي delete لـ student وأسوي query لـ student. فإذا أنا راح أستفيد من الباكيج في كتابة 2 بروسيجر وواحد function للاستعلام. خلينا نشوف كيف. أول إشي راح أسوي drop لتيبل للستودنت إذا كان موجود. راح أشبك على database الHR، قال لي table students dropped. طبعا ممكن يكون عندك أنت أصلا مش موجود فتبني من أول جديد. create table اسمه student، فيدي الستودنت ID number، الفيرست نيم فاركار 200 والبيرث دي ديت، وسويت كونسترينت على الستودنت اي دي انه هو برايمري كي. اذا بنيت تيبل بكل بساطه، قال لي تيبل كرييتد. انا هلا راح اسوي سيكونس لانه انا بدي اضيف الستودنت اي دي عن طريق سيكونس، ما بدي ادخلها ادخال مانيولي، بدي ادخلها عن طريق سيكونس. فراح اسوي دروب للسيكونس اذا كانت موجوده، وراح اسوي لها اعاده بناء لهاي السيكونس. اذا بنيت السيكونس كل شيء تمام. اذا انا we need to create a package for insert delete query a students. هلا الانسرت لازم يكون ايش؟ بروسيجر. الديليت برضه بروسيجر، اما الكويري ممكن اني اسويها عن طريق ايش؟ عن طريق فانكشن، لانه انا بدي امرر له رقم الطالب ويرجع لي الاسم تبعه. اذا كلام جميل. فأول إشي واحد we create the package specifications، بنبني ال package specifications. ال package specifications مكونة من كم؟ من ثلاث أجزاء، ثلاث سب programs، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة. فسويت create or replace package اسمها general students، فأنا سميت ال package اسمها general students، معناته هاي ال package خاصة بموضوع ال students، أضيف عليها أعدل على students إلى آخره. is و end فيها أول procedure، procedure answer students بياخد اثنين parameter، the first name والبرتي. إذن ال procedure هذا بياخد اثنين parameter. طبعا ليش ما أنا حطيت فيه رقم الطالب؟ لأنه رقم الطالب بدي أسويه عن طريق sequence. ال procedure الثاني اسمه delete students، وانا غالبا بسوي ديليت عن طريق البرايمري كي، فباخذ البي ستودنتس اي دي نمبر. اذا انا بمرر له رقم الطالب فبروح بسوي لي ديليت لهذا الطالب. وفانكشن اسمه جيت نيم انه يجيب لي الاسم، بياخذ ايش كمان البرايمري كي رقم الطالب وبرجع ريتيرن فار كار 2. ليش يرجع فار كار 2؟ لان انا بدي ارجع اسم الطالب، واسم الطالب معرف شو؟ معرف فار كار 2. اذا هاي الخطوه الاولى compiled. إذن قال لي package general students compiled. إذن بنيت ال package specifications فيها ثلاثة function، فيها اثنين procedure، هاي الأول هاي الثاني وهاي ال function الثالث. هلا شايفين هذا الكود؟ بعيده مرة تانية. شو بسوي؟ بحط بعد ال package كلمة body، وبكمل الكود لهذا، وبكمل الكود لهذا ال procedure، وبكمل الكود لل functions. إذن شو هنسوي؟ create or replace package body general students is أول procedure، بكتبه كامل. procedure اسمه answer students، بياخد two parameter، ال first name وال birthday is، وbegin insert into students values، اسم sequence dot next val، بعدين ال b first name وال b birthday. إذن هاي بتجي هون وال b birthday بتجي هون، بس اللي students ID سويت له generate أنا عن طريق sequence اللي هو اسم sequence dot next val، وسويت commit وقلت exception when others then اطبع لي SQL code والSQL error message. إذا أنا هون خلصت إيش اللي procedure الأول كامل كتابته. حلو الكلام؟ طيب
طبعا مش شرط انك انت بالترتيب، انت شفت انت هون، انا لما سويت انا هون الجنرال ستودنتس حطيتهم زي هيك، ممكن يكونوا مش بالترتيب، ممكن تلخبط الترتيب تبعهم عادي. طيب فانا بنيت اول شيء، بنيت اول بروسيجر. هلا البروسيجر الثاني، بروسيجر ديليت ستودنتس، بياخذ الستودنت اي دي من نوع نمبر از بيجن ديليت فروم ستودنتس وير الستودنت اي دي يساوي بي ستودنت اي دي وكوميت واكسبشن، طلع لي رقم الكود. طبعا هذا الاكسبشن عمره ما راح يصير له ريز. ليش عمره ما راح يعمل له ريز؟ لانه اذا انت مررت اي رقم وهذا الرقم ما كان فيه موجود ستودنت بهذا الرقم، ما راح يكون في عندي اكسبشن. ليش ما راح يكون عندي اكسبشن؟ راح يقول لك انه زيرو ديليتد. ونفس الشيء الابديت، لو حاولت تسوي ابديت لموظف برقم موظف هو اصلا مش موجود، حيعطيك برضه كمان انه زيرو رو ابديتد. فهي كمان هاي فكره حاول انك تتذكرها، ممكن تجيك تريك في مقابله او في امتحان. اذا بشكل عام، فانا سويت البروسيجر الاول والبروسيجر الثاني. هلا ضل ايش؟ الفانكشن. قلت فانكشن اسمه جيت نيم بياخذ البي ستودنت اي دي وبرجع فار كار. هلا از عرفت فاريبل قبل بين الاز والبيجن، وعرفت فاريبل عشان اخزن فيه اسم الطالب، وقلت انه من نوع ستودنت دوت فيرست نيم برسنتج تايب. بعدين سلكت الفيرست نيم انتو في نيم فروم ستودنت وير الستودنت اي دي يساوي بي ستودنت اي دي ريتيرن في نيم، وسويت الاكسبشن وين اذرز ذن ريتيرن نال. طبعا انا ليش سوي بالاكسبشن؟ لازم تحكي لي ريتيرن قيمه معينه، لان الفانكشن بالنهايه اجباري رجع قيمه. اذا كلام جميل. اذا صار عندي الكود من وين؟ من هون، من عند البادي لعند هاي الانت. اذا كلها هاي شايفينها، هذا الكود تبع مين؟ تبع الباكج بادي. بننفذها، قال لي باكج بادي جنرال ستودنتس كومبايلد. اذا نشرح مره ثانيه بطريقه سهله. سويت باكج، الباكج مكون من 2 بروسيجر و1 فانكشنز. بقسم السبيسيفيكيشنز حطيت البروسيجر الاول الهيدر، البروسيجر الثاني الهيدر تبعه، والفانكشن الهيدر تبعه. البروسيجر لعمليه انسرت ستودنتس، البروسيجر لديليت ستودنتس، وبروسيجر جيت نيم. بقسم البادي بحطهم مره ثانيه، بعيده مره ثانيه بالبادي وبحط الكود كامل. فحطيت الاول واحد الكود كامل، هاي اول كود لاول بروسيجرز من هون لهون. بعدين بلشت بالبروسيجر الثاني، هاي من هون لهون الكود. بعدين بلشت بالبروسيجر الثالث، من هون لهون الكود. إذن هاي هي. هلا بدي ابلش ايش؟ بدي ابلش استخدم هاي البروسيجرز والفانكشن اللي جوا الباكجز. فانا اول اشي بدي انفذ البروسيجر، بقول له اكسكيوت، لانه اكسكيوت فيني انفذ البروسيجر عن طريق اكسكيوت. اكسكيوت اسم الباكج دوت اسم البروسيجر وبعطيه البارامتر. فانا بدخل ستودنتس اسمه خالد احمد وتاريخ ميلاده 10 ماي 81. طبعا انا حطيتها 10 ماي 81 لانه الديفولت فاليو للديت اللي هو دي دي ام او ان واي واي. فحضيف اكسكيوت اول بروسيجر، وحنفذ البروسيجر مره ثانيه واعطيه كمان ستودنتس ثاني. فهلا لو سويت سيلكت ستار فروم ستودنتس راح الاقي انه دخل عندي واحد خالد احمد تاريخه 10 ماي 81، والستودنت الثاني اسمه سامر احمد 10 ماي 82. ليش اجى عندي واحد واثنين؟ لان انا استخدمت سيكونس. فهون هذا البارامتر راح عند الفيرست نيم، وهذا راح على البيرثدي. اما الستودنت اي دي انا استخدمت في الانسرت عن طريق سيكونس. طيب هلا لو افرض انا بدي اسوي ديليت للستودنتس لرقم واحد، بقول له اكسكيوت اسم الباكج دوت اسم البروسيجر وبعطيه واحد، لانه انا هذا البروسيجر بمرر له رقم الستودنتس بيسوي له ايش؟ بيسوي له ديليت. فبنفذها، قال لي انيمس بلوك كومبليتد. بدي اتاكد، بسوي سيلكت ستار فروم ستودنتس، راح الاقي انه انا ضل عندي 2 وسامر.
طيب هلا انا بدي احاول استعلم عن الموظف، عفوا عن الطالب رقم 2، بدي اشوف شو اسمه. فانا سلكت اسم الباكج دوت اسم الفانكشن، الفانكشن جيت نيم هذا فانكشن، بمرر له رقم الستودنتس برجع لي اسمه. فلو نفذت هذا اذا جاب لي سامر احمد. لو اعطيته قيمه مش موجوده شو حيصير؟ حيرجع لي نال، لان انا عامل له هاندلنج في الاكسبشن. شوفوا اذا رجع لي نال. اذا هاي هي بشكل عام المثال الثاني اللي اخذناه اليوم. قلنا ما دام انا بدي اسوي مجموعه اوبريشنز ومجموعه بروسيجرز فانكشنز على تيبل واحد، بدل ما انا احط كل واحد او كل بروسيجر او فانكشن لحاله على داتا بيس سيبريت، لا بحطهم جوا باكج وبصير استفيد من هاي الباكج. اذا اليوم تعلمنا مثال ثاني ومثال جدا حلو، كثير استفدنا من هذا المثال لانه ممكن يفيدنا كثير في الحياه العمليه. وهذا اللي بصير في الابليكيشنز، بيكون دائما كل مديول معين له باكج خاصه فيه في عمليه انسرت ابديت ديليت وات ايفر. اذا وبهذا اليوم يكون قد انهينا، وفي المحاضره القادمه سناخذ مزيد من الامثله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.